السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مراتك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في الفيديو الجديد والذي يتعلق هذه المرة ب The Electronic Diversity Visa Lottery. طبعا الموقع تاع اللوتري تاع الأمريك اللي هي القرعة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الهجرة قد فتح لتويه، معناها سيت عنده برسك اون اور دو تان برسك من تحل. الور نديماري ديريكتومون مع الفيديو تاع اليوم وطريقة التسجيل في القرعة العشوائية، وأيضا يجب أن لا ننسى التأكد من مواصفات وإلا من كون الصورة الشخصية التي ستقوم بالتسجيل بها تتوافق مع شروط وسياسة هذه القرعة. إذن نديماريهم على الفيديو تاليوم كالعادة. إذن ندخلوا ديراكتومون إلى الموقع dvlottery.state.gov اللي يخرج لكم بالمناسبة بهذا الشكل. الموقع إذا ما عرفتوش تدخلوا له إلى ما لقيتوهش تلقوها أسفل الفيديو هذا، طبعا في اليوتيوب في الديسكريبسيون وكاين لي كومونتير تلقاو الرابط الفيديو تاع تاع لو سيت هذا. الو كيما ندخلوا بعد لاباج تخرج لنا ديراكتومون ويلكم Our State Department website for the 2019 Diversity Visa Program. هنا يفهمنا في السيت باللي هذا يسيلو بروغرام تاع اللوتري وإلى القرعة العشوائية المختلطة لسنة 2019. ديريكتومون يخرجوا لنا زوز دو بوتون بلو وان بوتون فير. لو بوتون وإلى لو بوتون بلو اللي هو Entry Instructions، معناها كي تكليكي وانتم على DV 2019 instructions حيديك لو سيت ديريكتومون الى موقع اخر يعطيك مختلف المعلومات حول الشروط، وش حيصرى لك تماركي، وش حيصرى لك يقبلوك، وش حيصرى لك وما يقبلوكش الى ما اخره، لكن باللغه الانجليزيه. عندنا الزر الازرق رقم 8 رقم 2 عفوا، والى الخيار رقم 2 اللي هو الفوتو تول. الفوتو تول جينيرالمون نستخدموه باش نتأكدوا من انه الصورة تاعنا اللي راحين ماركيو بها راهي توازي وإلى تماثل المعايير اللي الموقع هذا يشرط علينا. وعندنا الزر الأخضر اللي يجينا في خانة Entry Form اللي هو بداية التسجيل. دونك أول حاجة نديرها وش هي نتأكدوا من الصورة تاعنا اسكو تتوافق مع الشروط اللي يفرضها علينا الموقع وإلى هذا البرنامج وإلى لا. دونك كأول معلومة إخواني نكليكيو على لو بوتون بلو هذا فوتو تول، توكيدنا ديراكتومون الى الموقع فوتو كومبوزيشن تمبليت. جينيرالمون في الفوتو كومبوزيشن تمبليت يعطيك المواصفات والى القياسات العامه للصوره. احنا والا انت كطامح للخروج في القرعه العشوائيه كي تروح للفوتوغراف قول له ديراكتومون دير لي فوتو فيزا امريك تو كورت. فوتو فيزا امريك لا فوتو تجي كبيره ولا طايطه تجي مربع وجهك يجي شويه خارج فيها، قول له دير لي فوتو فيزا رايح الماركي بها دومون فيزا امريك، والا قول له ديريكتومون راح الماركي فيها في اللوتري. طبعا ادي معاك فلاش ديسك ننصحك باش ما تجيكش غاليه لانه قادر يغرافيها لك هو في سي دي تقام لك انت دراهم زايده. دونك ادي معاك كارت ميموار والا فلاش ديسك تاعك بالليكتور لكن عندك كارت ميموار باش يعطيك لا فوتو من بريميا او ميم طون يعطيك لا فوتو على شكل ملف جي بي او جي او على بالو الفوتوغراف. انت الملف هذاك رايح عفوا تستخدمه. نهودو ونبداو على سبيل المثال والا عطاونا ويل كومبوزيت فوتوز كومبوزيشن اكزامبلز. هنا قال لك فوالا شوفوا دو فوتو كيفاه راه مخدومين فاصون حنايا نقبلوها ونعقبوها في السيستم تاعنا. اذا والا كي تكمل نتايا تصور وتحب تاكد من الفوتو تاعك اسكو توافق المعايير تروح ديريكتومون وين كاين ستارت فوتو تول. كي تكليكي على ستارت فوتو تول اوتوماتيكمون يتحل لك لو بروغرام هذايا الفوتو تول سيرفيس والا سيستم. استنى شويه سا ديبون لا كونيكسيون تاعكم انتما اسكو قويه متوسطه ولا ضعيفه تخرج لكم لا فوتو هذه. انت من تروح ديريكتومون وين كاين تشوز فوتو يدير تشوز فوتو يديك ديريكتومون للديسك دور تاعك تروح وتخير لا فوتو اللي راك بيان سور صورتها. على سبيل المثال نخير لا فوتو هذه يديت انا اكزامبل تخرج لنا كيما هكايا. كيما رانا نشوفوا الخطوط الخضراء هذوما راهم كاين زوز خطوط، الخط الاول والخط الثاني. الخط الاول اللي هو هدايا راهو لازم يجي فيه راسك اون جينيرال، معناها واش نديرو حنا نقصو بالعقيله حتى يجي عقد وجهك ديراك. شوفوا كيفاش راني قاعد نقص نجي لا فوتو تاعي درك لا فوتو هاي جاتنا قد قد. كيف عرفناها قد قد؟ عندنا الخط هدايا الفو با يخرج عليه شعر تاع الانسان. الخط هدايا في حال ما اذا كان الانسان على سبيل المثال بدون شعر اوتوماتيكمون لازم الخط هذا يجي في وجهه، لانه كاين زوج انواع من الوجوه، كاين الوجه العريض الكبير وكاين الناس وجوههم صغار. اللي وجهه صغير اوتوماتيكمون يخدم بالخط هدايا،
واللي وجهه كيما لا فوتو هذه خارج ياسر وعنده شعر طويل اكسيتيرا ماذا بيا يخدم بالهدايا، لازم راسه ما يعديش لا زون هذه في الطوليه هكذا. وباش تدي اكثر معيار واكبر مقياس عندك الخطوط هذوما تاع تاع رقبه الانسان، هاي ويني وين الكتف تاع الانسان من هنايا اوبليجي، هاي الرقبه ويني في لا فوتو وهاي الرقبه هنايا في لا فوتو، معناها جاتنا قد قد لا فوتو هذه. اسبيرو نكون شرحت لكم ولو حتى بالقليل لا ميثود. انتيا حاول تزومي، معناها تزيد وتنقص في لا فوتو تاعك حتى وجهك يجي اكزاكت في المعايير هذه، اوتوماتيكو ما تخموش وجهكم او رايح يجي في المعايير الخضراء هذيك، لان الفوتوغراف كي صورك بعدا لا فوتو اوتوماتيكو راح تجي باللي ديمونسيون اللي نحتاجوها. اذا نرجع للموقع تاعنا ونروحو كاين انتري فورم ونروحو نكليكيو على بيجين انتري، اوتوماتيكمون يديكم الاثنتيكيشن كود. انتم واش ديروا الكود اللي خرج لكم هنا تعاودوا تكتبوه كيما راهو خرج لكم وتكليكيو على سبميت، اوتوماتيكمون يديكم البارت 1 انتر انفورميشن. هنايا يقول لك حط لنا المعلومات الشخصيه والى المعلومات الخاصه بك انت، هنا تروح له وتحط له الفاميلي نيم اللي هو اللقب على سبيل المثال بهلو، عندنا الفيرست نيم اللي هو الاسم تاعك، الميدل نيم تروح وتكتب له نو ميدل نيم في حاله ما اذا كان عندك اسم ولقب. كاين ناس اسمهم على سبيل المثال محمد الهادي، في حاله ما اذا كان اسمك على سبيل المثال كيما محمد الهادي باردون اوتوماتيكمون تكتب له هنايا ام او دي ماد الهادي. لكن كاين ناس عندهم اسامي مزدوجه، واش معناها؟ معناها على سبيل المثال مراد عبد النور، دونك عندنا زوج اسامي ما نجموش نكتبو فيرست نيم مراد وعبد النور، نكتبو هنايا مراد والميدل نيم عبد النور، معناها الناس اللي عندهم زوج اسامي. هادو اسفل نروحو كاين جندر، جندر تخيل له ميل والا فيميل. عندنا البيرث داي تكتب له هنايا المانث، معناها الشهر اللي خلقتي فيه، الداي اليوم اللي خلقتي فيه، والير اللي خلقتي فيه. تهود وتروح تكتب له والا تعمر الخانه تاع السيتي و يو هاف بين بورن، والا البلاصه اللي خلقتي فيها تكتب له هنايا الولايه اللي خلقتي فيها اوتوماتيكمون. عندنا بقى كنتري و يو هاف بورن، هنا تكليكي على سيليكت كنتري تخيلوا الجزائر. تهود شويه وتروح كنتري اوف eligibility فور ذا دي في بروجرام، your country of eligibility will be normally the same as your country of birth. هنا قال لك اسكو راح تمارك انتيا في القرعه العشوائيه دي في بلاد غير بلدك، اذا كان في بلاد غير بلدك تحط له نو، تخيل البلاد اللي راك ساكن فيها الحاف في البيريود اللي راح تمارك في القرعه هذه. اذا كنت في الجزائر وما زلت في الجزائر وحتماركي في الجزائر بالقرعه هذه خليها له في يس. عندنا انترن فوتوغراف، في الانترن فوتوغراف تهود لتحت خلا ودير تشوز فوتو، تخيل الفوتو تاعك سا ديبون في الديسك تاع الاورديناتور تاعك وتبعث لا فوتو تشوز الفوتو اي تخرج لك اوتوماتيكمون لا فوتو. عندك ميلين ادريس ان كير اوف، اختنا منها ما تعمروهاش. عندنا ادريس لاين، هنا تكتب له لو نيميرو والا نيميرو تاع الدار تاعك و لادريس تاعك اون جينيرال. عندنا سيتي اور تاون تكتب له هنايا الولايه، district والى country والى state تعاود الولايه، البوستال زيب كود تكتب له الكود بوستال تاعك، الكنتري ترجع وتخيل له الجزائر. من هذول تحت نروحو كاين كنتري و يو ليف توداي، معناها البلاد اللي راك عايش فيها حاليا، تخيل له طبعا البلد اللي راك عايش فيها. عندنا ذا فون نمبر راهو خيار اوبشنال، معناها خياري تقدر تعمر وتقدر ما تعمروش، لكن تقدر بيان سور تعمر لو نيميرو دو تيليفون تاعك نتايا. في النيميرو تليفون عفوا اسمحوا لي ماذا بيكم تكتبوه ب 00213 وتكمل الرقم تاعك. قبل الاخير عفوا عندنا الايميل ادريس، هنا ماذا بيك تكتب له لابوت ايميل تاعك وتعاود في الاسفل كونفيرمي لابوت ايميل تاعك وتولهو بزاف. قال لك هنايا this email address will be used to provide you with additional information if you are selected. هنا قال لك باللي لابوت ايميل هذه لازم تكون صحيحه لانهم غير حين أونكاو يخيروك ويقبلوك في القرعة العشوائية راح يبعثوك فيها طريقة أنك تكمل في التسجيل. عندنا what is your highest level of education you have achieved، هنا قال لك وش هو أعلى مستوى تعليمي وصلت له. عندك primary school only، عندنا primary school معناها الطور الابتدائي، عندنا high school معناها الطور الثانوي no degree معناها ما ديتش الباك، high school degree معناها ديت الباك تاعي، عندنا vocational school، عندنا some university courses معناها قريت في الجامعة، university degree معناها عندي ليسانس ماستر وإلى دكتوراه،
عنا some graduate level courses, عنا master's degree, هنا عندي master, some doctorate level courses, هنا قريت ديكور من الدكتوراه بس حمليتش الدكتوراه, وهنا عندي doctorate degree, معناها عندي دكتوراه. هنا alors ماذا بيك تخيل له؟ دونك في الحالتين هنا خيل له university degree. نهبطوا لتحت ونروحوا what is your current marital status. هنا قال لك وش هي الحاله الاجتماعيه تاعك. unmarried معناها غير متزوج, married with والا and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident, معناها اني متزوج ومرتي ماهيش مواطنه امريكيه والا مواطن عنده لا ريزيدونس في امريكا. married and my spouse is a US citizen, هنا متزوج ومرتي عندها جنسيه والا الى اخره. divorce مطلق, widowed, ارمل, legally separated, سيباري دون فاصون ليغال. هنا نقولوا unmarried اللي هي single. كي نكملوا نهبطوا تحت نكتبوا له number of children, اذا كانوا عندك لي زونفون بيان سو تكتب له رقم لي زونفون تاعك, اذا ما كانش عندك لي زونفون تكتب له 0. ابري تروح تكليكي على continue, اوتوماتيكمون الموقع راح يفيري في زونفورماسيون تاعك. اذا كانت غلطه يحبسك يقول لك فوالا ماذا بك ترجع المعلومات تاعك وتصلح الغلطه تاعك, اذا ما كانتش غلطه تخرج لك لاباج هذه اللي هي entrant information confirmation page. هنا حتعاود تفيري في المعلومات اللي حطيتها كل, وابخي ودير له سبميت. اون فوا دير له سبميت في الموقع رايح يقول لك فوالا راك ماركيتي في الدي في ال بالمعلومات هذه, entrant name, confirmation number, year of birth, وديجيتال سيجنتور. انت واش دير هادو لي زانفورماسيون ماذا بك تخبيهم, لانه جايه يا مات وين راك تحتاج, راك راح تحتاج, راك رايح تحتاج عفوا, لانه راك رايح تستخدم هذو المعلومات من اجل التحقق من كونك والا من كون انه تم اختيارك في القرعه العشوائيه او لم يتم اختيارك. اسبيرون وكون وفقت في الشرح تاعي تاع اليوم. كي العاده راح يكون لكم لاباج تاعي سور يوتيوب عفوا لاشين, ماذا بكم تابونيو باش تبقاو ديما على اطلاع بمختلف الفيديوهات والمسجلات. كان معكم كي العاده موراتيك, شاشيو عليا في اليوتيوب, تويتر, انستغرام, سناب شات موراتيك. تهلاو في روحكم هذه, والى اللقاء.